السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى أصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكمين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، إلى صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص، حدثني أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق قال: قال عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأيضا في قوله قال: حدثنا حجاج بن منهال، ثقات الأثبات له الجماعة، حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال: أخبرني واقد الليثي، سقط الأثبات، أثبات عن أبي، عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومن السبع المكثرين عن أبي الأمين من العبدلة أربعة أثري صحابي من صحابي، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والترجمة هنا في هذا الباب، باب في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا، على المطابقة في هذا الباب. وأراد من رضي الله عنه أنس فجر: أرجو أن تكون في أحسن حال، والوالدة تكون في أحسن حال. لا ترجعوا بعدي كفارا، مطابقة تامة بين الترجمة وبين نص الحديث، لكن أراد البخاري أن يشير إلى معنى كفار: هل كفار يخرجون من الملة، أم كفار يعني الكفر الذي هو كفر دون كفر؟ وهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، قال: وقتاله كفر. استغل هذا الحديث وأخذ على ظاهره الخوارج، لأنهم جهلة، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. فقالوا بأن فاعل كبيرة كافر، وأن قاتل النفس كافر، وأن قاتل النفس التي حرم الله جل في علاه كافر، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقتاله كفر. وقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحقيقة الأمر أن هذا المقصود به كفر دون كفر، وليس الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، والدلالة على ذلك كثيرة. لكن بعضهم يقول: القاتل لا توبة له. دعوني رضي الله عنكم جميعا، نور الحكمة تغيبت أمس، قال الله على سمكات محمد إبراهيم، أحسن الله لك أنيس، كيف أنت على سمكات، قال الله تعالى: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أحمد الله رزقكم الله خيرا. أبا راغب، حفظكم ربي جميعا إخوة أفاضل أكارم، فيعضدون قولهم بذلك. والصحيح في هذا الباب أن القتل ليس كفرا يخرج من الملة، هو كفر دون كفر، والدلالة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فإن فاءت فإن الله غفور. إذن هنا قال: فقاتلوا التي تبغي، وأيضا بين أنها على الكبيرة، لكن قال: من المؤمنين، قال: من المؤمنين. شوف هنا في قوله من المؤمنين دل على الإيمان. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين، فقتالهم لم يخرجهم من الملة وما صاروا كفر. وأيضا في حديث، وإن كان تكلموا فيه وصح صحته، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، يختلف ذلك طائفة علي بن أبي طالب وطائفة معاوية رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع، رضي الله عنكم جزاكم الله خيرا، رضي الله عن الجميع. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. ولذلك العلماء قالوا: إذن في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا هو الكفر دون كفر، وليس الكفر الذي يخرج من الملة. وأما تأويل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا على التغليظ، هذا على التغليظ، نعم على التغليظ. والآية منسوخة بقوله تعالى: إلا من تاب، وما قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات،
قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال يبدل سيئاتهم حسنات، والإجابة على قوله من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من تحس سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيه. قال هذا توجيه وتوجيهان. نعم، في الأول قال وخالد هو خالد بخلودها، هو خالد بخلودها. وحقيقة الأمر يا جماعة أعادك الله للمجالس عودا حميدا، هو خالد بخلودها، ونار الموحدين لا خلود لها لأنها تخلو، فلا حكمة من تركها فتفنى، فنار الموحدين تفنى لأنها تخلو من عمارها. نعم، لأن الله تعالى يقبض قبض يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله لم يعمل خيرا قط، فتخلو. فمن الحكمة، ليس من الحكمة أن تترك كذا فتفنى، فيكون خالد بخلودها، ومعناها أنه سيخرج. والتوجيه الثاني ما وجهه أبو هريرة هو الأهم، لأن الراوي أعلم بما روى. قال هذا جزاؤه إن جوزي به، يعني جزاؤه ده سبب الخلود، لكن جاء مانع يمنع، لأننا قلنا الحكم لا يتوفر إلا لا يكون لا يتواجد الحكم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فيكون هنا قول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وفسق، السب والقذف وغير ذلك، والاعتياد على سب المسلم والمجاهرة بذلك أو قذفه يصل لفسوق الإنسان، لأن فسق الإنسان أن يقع فيه الكبيرة، فسق الإنسان أن يقع فيه كبيرة من الكبائر، وأن يجاهر بها، وأن ليس له حسنات ماحيات، هذا الفاسق. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيكون هنا أيضا الفسوق فسق دون فسق وكفر دون كفر كما قال ابن عباس، وهذا على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا على اعتقاد أهل السنة والجماعة. وفي قوله لا ترجعوا بعد كفارا، أي كفرا دون كفر، كفر لا يخرج من الملة، يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذه من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يكثر الهرج، يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج، والهرج القتل، والهرج القتل. وفي رواية لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني أبو موسى في بعض الروايات قال رسول الله ومعنى عقولنا، قال نعم. فهذا زمن الفتن، فهذه المسألة ليست هنا إن شاء الله. أبو مصعب في العمليات نسأل الله أن يرفع عنه، ونسأل الله للفلاح أن يكون في أحسن حال بإذن الله تعالى، شفى الله كل المرضى من إخواننا ومن مشايخنا. والشيخ أحمد فريد كلمني أمس وقال إن هو بأحسن حال وبيشكر طلبة العلم جدا على أنهم يدعون له، الله يشفي كل مرضانا يا رب، اللهم آمين. طيب، الفوائد المستنبطة تكون بعد المجالس. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.